أعلنت حركة طالبان السماح بالفصل بين الجنسين في جامعات أفغانستان، حيث وصفت الاختلاط بينهما في المؤسسات التعليمية بغير الإسلامي الذي يتنافى مع القيم التقليدية للدولة. وهنا قال وزير التعليم العالي عبد الباقي حقاني إن الاختلاط بين الجنسين في المؤسسات التعليمية يتعارض مع مبادئ الإسلام وضد أعراف وتقاليد الأفغان، مضيفا أنه في حال كان لدى الجامعات الإمكانيات فإنه يجب فصل الحرم الجامعي أو أن تحدد الجامعات أوقات دراسة بديلة أو ضمان الفصل بين الذكور والإناث في قاعات الدراسة. ويشير حقاني إلى أن الحركة تريد تعيين مدرسات للطالبات، ولكن إذا كان ذلك غير ممكن سوف يسمح للرجال بتدريس الطالبات ما دامت الفصول تلتزم بقواعد الشريعة.